الكلمه ديالي تجي بعد النهايه. انتهينا الان للتو من الحفل الختامي ديال الدوري اللي تنظمو النادي، واللي هو نادي منضوي تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للتنس. هذا الدوري السنوي اللي تنظموه واللي تيشمل عده درجات وفئات، الفئات ديال الدرجه الثالثه ذكور واناث، والفئات العمريه الصغار 10 سنوات 11 12 سنه 14 سنه. الحمد لله هذا الدوري تنظم على ثلاثه ديال الاسابيع، اليوم هو اليوم الاخير فيه، واللي عرف الحمد لله نجاح كبير. الحمد لله كانت مشاركه من النوادي ديال اكادير، النادي ديالنا الاخر اللي في تارودان تيسير، نوادي ديال العيون، نوادي اللي في مراكش، ونوادي الدار البيضاء، وجونا الناس حتى من المحمديه ومرباط. الحمد لله النجاح كان، حتى الجو كان مناسب، ما كانش اشكالات تقنيه، التنظيم كان محكم، وحتى النتائج كانت في المستوى. من هذا المنبر تنشكر كاع اللي قدم لنا المساعده والدعم باش نقدروا ننجحوا هذا الدوري هذا، على رئاستهم السيد عامر السلطه الاقليميه كلها، بالتالي رئيس مجلس الاقليمي والمجلس كامل، رئيس المجلس الجماعي لتارودان، تعاونيه كوباك، تعاونيه الزاوية، وآخرين مستثمرين ومساهمين آخرين ما تفضلوا ما نذكرهمش بالاسم، محسنين تيساهموا معنا في هذا اللقاء. حنا الآفاق ديالنا والوعود ديالنا للشباب ديال تارودانت أننا نطوروا الرياضة في الإقليم إن شاء الله وفي المدينة ديالنا، ونحاولوا المرفق ديال هذا النادي راه ديما تنطوروا فيه، وإن شاء الله حنا مقبلين بعد رمضان الأبرك إن شاء الله نضموا دوري الثاني اللي هو ديال الفئات العمرية الكبيرة كراد دو، إن شاء الله غنحاول يكون النجاح ديالو يكون أكثر من هذا المستوى هذا. ونقول لكم شكرا ومرحبا بكم في النادي، احنا في لاسطاح لا القنطره ديما تنعاودها راه قراب، نتمنى انكم تعاودوا تحضروا وتعرفوا لنا النادي ولا هذه الرياضه هذه وتحببوها للاطفال الصغار ديالنا. شكرا لكم على الدعم ديالكم بعد رجال الاعلام وعلى التغطيه ديالكم، وبارك الله فيكم وشكرا لكم على الحضور.